السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم جيت ناخدكم في جولة لمدينة مراكش أو للمدينة الحمراء كما كيسميوها. وقبل ما ناخدكم في هذه الجولة اللي غتكون إن شاء الله خفيفة، غناخدكم لواحد المحل اللي أكيد غيعجبكم وغيشبع عشاق التراث المغربي والمنتوجات ذات الصنع اليدوي والمميز، محل السيدة حافظة الشيخ الناصري أو خميسة كرياسيون، وكذلك عندها قناة على اليوتيوب باسم خميسة كرياسيون، وهي ممثلة كادونس في مراكش. والمحل كيتواجد بعاصة المعاش قريب لساحة جامع الفنا ومسجد الكتبية. غنخلي لكم رابط العنوان في أسفل الفيديو، ورابط القناة ديالها، ورابط صفحة ديال الكادونس مراكش اللي هي صفحة ديالها كذلك. هذا المحل كما كتشوفوا فيه منتوجات راقية ومميزة، ومنتوجات ذات صنع كما قلت لكم يدوي، واكيد غادي تعجبكم كما عجبني انا من زرته. ما شاء الله عليه وتبارك الله، اعمال رائعه صراحه. واخا التصوير ما عطاش لكل عمل الحق ديالو، وما كملتش الدوره فيه كامل بالتصوير لان الفيديو كان صافي حبس ليا، مي نكتفي بهادشي اللي غادي تشوفوه ان شاء الله. ونتمنى انكم اللي تزوروا غادي تشوفوا عن قرب وتشوفوا اكثر. من بعد كما قلت لكم ما نسالي هاد الزياره في هذا المحل، غادي نمشيو لمدينه مراكش، واللي خديت بعض المناطق او الصور وفيديو قصير لكل بلاصه فيها، ماشي كامله، ولكن حاولت نقل لكم بعض المعالم الأساسية اللي كاينه في مراكش. كنتمنى أن الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتابعوا للآخر، ولا كانت أي حاجة أو أي استفسار خليوا لي تعليق، وشكرا لتعليقاتكم أو تشجيعاتكم لي اللي كتخليني نستمر ونزيد للقدام. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم. وما تنساوش خليكم للآخر وكملوا الفيديو.